العالم. على ذكر المغرب بقى، تعالوا نطمن ونشوف يا ترى شوارع المغرب عاملة ازاي، اهالينا وحبايبنا في المغرب عاملين ازاي، كيف هي عملية الاستعداد والترقب للقاء التاريخي اللي اكيد هيجمع النهارده ما بين المغرب والمنتخب الفرنسي. فاحنا معانا يعني بالتالي من المغرب عبر الهاتف الاستاذ محمود طاهر الناقد الرياضي المصري. استاذ محمود صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك، ومستنيينك بقى تعرفنا ايه الاجواء الموجوده عندك في المغرب استعدادا لمتابعه هذا اللقاء، وتوقعات يعني رجل الشارع المغربي ماشيه في اي اتجاه. صباح الخير عليكم. طبعا استعدادات رهيبه جدا جدا الشوارع المغربيه في كل المدن المغربيه، بيتصادف مع وجودي في المغرب كاس العالم. ما كنتش اتوقع ابدا ان المنتخب المغربي، وكل الناس هنا ما كانتش تتوقع ان المنتخب المغربي يعمل كده. كان كل الاحلام بتنصب ان المنتخب يتاهل فقط للدور التالي 16 بطوله، ولكن مع الوقت الفريق الناس بدات تصدق نفسها. هو المنتخب المغربي حاله كبيره جدا في كاس العالم، طبعا ثوره في كره القدم العربيه. صحيح. الثوره دايما بتبدا صغيره لكن مع الوقت بتكبر، ده اللي المنتخب المغربي عمل. الطموحات زادت مع الوقت، الناس دلوقتي بتقول ليه ما ناخدش كاس العالم في المغرب؟ حقهم. عايز اقول لك ان في بعض المدن في التوقيت ده في المغرب بتكون يعني مدن سياحيه من الدرجه الاولى زي مكه مراكش، فبتكون طبعا بيكون الجو فيها دافي جدا. طبعا. فالاشغالات في كل الفنادق يعني في حاله من يعني الرواج على جميع الفنادق الموجوده، رواج كبير جدا جدا في كل الفنادق، ما فيش اي مكان بسبب الاحتفالات الكبيره جدا في المدينه، بيكون في احتفالات بسبب الانتصارات اللي بيحققها المنتخب المغربي، فالناس كلها بتحجز في كل الاوتيلات انها تتواجد في الاحتفالات دي، سواء في المدن السياحيه خصوصا. يعني احنا بنحب اسكندريه، هم بيحبوا مراكش. طبعا. مراكش مليانه ناس عشان مستنيين الاحتفال النهارده ان هم يكسبوا المنتخب الفرنسي. مفيش اي حد بيقول ان احنا ممكن نخسر او نلعب على المركز الثالث. حلو قوي الاجواء دي يا رجاله، الثقه دي حلو. طبعا صباح الخير يا استاذ محمود، حلو قوي النقطه حضرتك اتكلمت فيها دي. ما انا قلت استاذ محمود والله. احنا يعني ما علينا. استاذ محمود النقطه اللي اتكلمت فيها حلوه، لان فكره الثقه اللي هي بتتصدر للعيبه دي نقطه مهمه قوي، او للمنتخب. يعني انت بتاكد لنا ان احنا لو رحنا للشارع المغربي دلوقتي والاعلام المغربي والصحافه كله بيتحدث ان امكانيه فوز المغرب النهارده قدام منافس قوي زي فرنسا نسبه كبيره، في امل كبير. يعني خلينا برضو نستشف دي منك. الثقة كبيرة ان هم يحققوا الفوز، كل بيقول يا رب ان احنا نحقق نتيجة البرتغال تاني. الناس عايزة تكسب في الوقت الاصلي ومن لعب مفتوح كمان، مفيش حد عايز يكسب بالصدفة. المنتخب المغربي مشي كده طول البطولة، مش عايزين يكسبوا ضربات جزاء تاني ولا إعانة، عايزين يكسبوا زي ماتش البرتغال زي ماتش بلجيكا، بيقولوا يا رب يتكرر سيناريو بلجيكا مش ماتش اسبانيا. يعني حتى الطموحات كبيرة وموزونة، وفي تواضع كمان في الشارع المغربي، ان هم ما بيتكلموش بطريقه فيها تعالي مثلا على باقي الدول العربيه، بيقول الانجاز ده عربي. اكيد بيقولوا ان أكيد. الانجاز ده لينا كلنا، مش لينا احنا بس، ليكم كمان يا مصريين وسعوديين وكده. فما بيتكلموا حتى هم متواضعين نفسهم، زي ما حضرتك اتكلمتي على تصريحات ميسي المتواضعه، هم كمان بيتعاملوا الشعب المغربي والمنتخب المغربي بيتعامل بتواضع كبير جدا مع البطوله ومع مشواره. ومفيش حته الثقه الزايده، هم واثقين في فريقهم وبيحلموا ان هم يحققوا حاجه استثنائيه. والله مش لوحدهم اللي بيحلموا يا استاذ محمود، احنا كلنا بقينا بنحلم دلوقتي وعايزين نحضر كلنا عشان حتى يبقى اسمنا ايه، حضرنا لحظه تاريخيه. الفريق او المنتخب عربي بيشارك في نهائي ان شاء الله يا رب العالمين، نهائي كاس العالم، دي لحظات تاريخيه غير مسبوقه، واكيد ليها انعكاسات ملهاش اول من اخر. حضرتك طبعا بحكم اقامتك في المغرب اكيد لامس ده بنفسك، واكيد الفتره اللي انت حاضرها دلوقتي يمكن قد تكون من اجمل الفترات اللي انت حاضر فيها في المغرب، مش كده برضو؟ اكيد انا مش ندمان ان انا ما رحتش كاس العالم بصراحه، ما ندمتش ان انا ما رحتش لقطر ووصلت المغرب، لان المنتخب المغربي خلاص عوضني عن حضور كاس العالم من خلال الشعب المغربي نفسه. اجواء مش طبيعيه في كل المدن، كل الشوارع،
في تجهيزات دايما في الساحات اللي هي الكبيره زي جامع الفناء. طبعا منطقه مشهوره جدا جدا. طبعا مراكش بتكون كبيره وفيها احتفالات غير عاديه بالنسبه للجماهير، شاشه عملاقه جدا طبعًا موجوده. تخيل المنظر في كل المقاهي اللي بتبقى موجوده في الساحه، بتكون حاضره الناس، حاضره الاجانب كمان بيتفاعلوا بشكل كبير جدا مع المنتخب المغربي، كل الناس لابسه تيشيرت المنتخب الابيض والاحمر. جميل. تحس ان اليوم عظيم جدا يا رب يبقى اليوم كمان ختامه جميل باذن الله. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ محمود جزيل الشكر على مشاركتك معانا من المغرب حيث يقيم هذا الصحفي المصري، سعداء بمشاركته معانا، بنشكرك جزيلا.